كتير من الناس بيتعلم علوم الطاقة، لكن أغلبهم بيشوفوا نفسهم في الآخر ضحايا ويتمكن الأذى منهم. بيتفائلوا ويظهر الأخبار السلبية في حياتهم ويفرحوا، لكن في الآخر بيحزنوا من قلوبهم. يحاولوا يعالجوا نفسهم وفي الآخر بيزيدوا من مرضهم، حتى لو مر عليهم الوقت في رضا سرعان ما تنعكس كل الظروف عليهم. التفكير الإيجابي ضروري في حياتنا، لكن التفكير السلبي ليه نفس الأهمية. وللأسف معظم الناس بيحاولوا التفكير من ناحية الإيجابية ويتخلوا عن التفكير السلبي ليهم، ما يعرفوش قيمة التفكير السلبي في عقولنا. وكمان في بعض الناس التفكير السلبي هو اللي مسيطر عليهم، والتفكير الإيجابي بعيد عن طريقتهم وبعيد عن أسلوبهم في طريقة تفكيرهم. كل الناس دي غلط ومش بيقدروا بالفعل يغيروا حياتهم. ان الطاقة الكونية هي الروح لكل شيء في الدنيا، هي الكنز اللي بيتجاهله معظم الناس، والبعض بيعرف طريقة غلط ضارة. ومن هنا ظهرت شعوذة علوم الطاقة، بقت في كل مكان لدرجة ان تغير معتقدات علوم الطاقة منها. وكل شخص مثلا يتعرف على بعض كتب التنمية البشرية او بعض معلومات عبر السوشيال ميديا واليوتيوب بيتطور ويبقى مدرب بينصح ويرشد الناس. نعم معظم الكلمات بتعطي حافز للنفس، لكن تأثير كلماتهم مدمر للنفس، لان علم الطاقة الكونية مش مجرد طاقة ايجابية وتفكير ايجابي فقط. ومعلمين علوم الطاقة الكونية هم الناس اللي بتقدر تتحكم في قدراتهم الكاملة والطاقة المجانية المنتشرة في الكون ودخول العوالم الموازية والسجلات الاكاشية، وهم اللي بيعرفوا اهمية الكلمة وتأثيرها على حياتنا وعلى مستقبلنا. هم اللي بيعرفوا كيفية عمل العقل وكيفية توظيف الطاقة الناتجة من عقولنا، وان التفكير السلبي شيء مهم في حياتنا، فهو ممكن يكون الصوت الداخلي اللي ينبه الانسان للخطر وعواقب اموره، وممكن ان يكون فعلا هو السبب في ايقاف حياتنا. ومش المفروض ان احنا نشوف الجانب الاسود في التفكير السلبي، ولازم يهتم معلمين علوم الطاقة بالجانب الابيض في التفكير السلبي وأهمية وجوده معانا وتحويل التفكير السلبي بداخلنا إلى إنذار يحمينا من الخطر ويبعدنا عن الأخطاء. والتفكير الإيجابي ليه جانب أبيض وهو القدرة على تغيير مستقبلنا، ولكن ليه جانب أسود لأنه لا يجعلنا نرى العواقب اللي بتظهر لينا في طريقنا. وإذا اعتمدنا على التفكير الإيجابي لتحقيق أهدافنا بنتفاجئ في الآخر في العواقب اللي بتظهر لينا في آخر لحظة تعطل لينا أي شيء بنكون عايزين نحققه. وحتى نتجنب الجانب الأسود في التفكير الإيجابي مش لازم نفكر زي حيوان الكوكا المبتسم الأليف دايما المتفائل المحب لكل شيء حواليه. كمان بيكون متفائل عند رؤية الحيوانات المفترسة وبيروح ليهم بنفسه علشان يلعب معاهم ويتعرف عليهم، لكن النتيجة المتوقعة هي قتله من الحيوانات المفترسة. وهو ده بالظبط اللي ساعات يحولوا معلمين الطاقة ومرشدين علوم الطاقة الناس بالطريقة دي، انهم يكونوا دايما متفائلين ويلغوا فكرة التفكير السلبي في حياتهم، فيكون عندهم تشتيت او يكون عندهم اخطاء كتيرة ما شافوهاش نتيجة طريقة تفكيرهم اللي تعلموها، ويحولوا تلاميذهم زي بالظبط حيوان الكوكا يتفائلوا ويلاقوا نفسهم في مشاكل سبب عدم توظيف التفكير السلبي ليهم. هنا انا عايز اوضح ان علم الروحانيات وعلوم الطاقة الكونية هي بتعلم الانسان التوازن في عقله وكل شيء حوله، وبتعلم الانسان التحكم بكل شيء شرط انه يقدر يتحكم في قدراته الداخلية. بتعلم الناس التعمق في كل شيء علشان يكونوا قادرين على تهيئة مستقبلهم، والافراط في اي شيء مش بيكون نعمة ابدا حتى لو كان مظهره ايجابي. والاتزان هو الاستقرار، ومش لازم عليك انك تتعلم من غير انك تحلل كل كلمة سمعتها او قريتها، ومش المفروض انك تعطي عقلك لأشخاص ممكن يسببوا ليك أضرار تجعلك دايما في أزمات. أما
الكارثة التانية اللي دايما يقع فيها الناس هي التأمل. لو ما كانش لتأملك معنى فهو مضر لحياتك. إذا لم يكن التأمل هو هدف فهو يؤذي روحك وجسدك. وإذا حاولت التأمل بدون أن تعرف كيف تتأمل فإنت فعليا بتؤذي نفسك وتهلك طاقتك، لأنك بتفعل قدراتك وبتخلي أفكارك تتلاعب بها. كأنك بالظبط أعطيت طفل صغير مفاتيح سيارتك وسمحت له أنه يركبها ويقودها وإنت بداخلها. وبتكون أول رسالة في العام الجديد: لا تفرط من تفاؤلك ولا تجرب ما أنت به جاهل، فإن الشياطين تتمنى الخطأ ليك، ولذلك يتحول أرقى العلوم إلى شعوذة وضرر. حبيت أوضح أن دورات علم الروحانيات رجعت تاني وبشكل كتير متطور عن الدورات اللي فاتت، وقريب جدا عن نزل خريطة التعليمية الشاملة لعلوم الروحانيات والطاقة الكونية وتدريبات التنويم المغناطيسي. علشان كده لازم تتابعنا وتتواصل معانا عبر أرقام الواتساب الظاهرة قدامك.